في بوليزه هاي كبيره بضيف الجبنه المقطعه مع البندوره وباقي المكونات من زعتر وزيت زيتون وثوم وشوي من الريحان، بخلط منيح، بحطهم بفخارات او بالصينيه اللي بدكم اياها. بيكون فرني حرارته 200 مئوي لمده 10 الى 15 دقيقه. بدنا كوبين حلوم، قطع مكعبات، بندوره كرزيه، زيت زيتون، ثوم، اوراق ريحان، معجون الزيتون الاسود وشوي من الزعتر. اطول عندي بندوره كرزيه راح اضيفها، قطع الى نصفين، او بندوره عاديه اللي موجود عندكم. جبنه حلوم مقطعه مكعبات بنضيفها كمان. عندي معجون زيتون اسود، يعني كيف؟ عباره عن زيتون اسود بدون بذور، تحطوه بالخلاط وتطحنوا. هذا هو. تمام، متفقين؟ تمام. شوية ثوم مفروم ناعم. هون بديش أضيف ملح لأنه الزيتون مالح والجبنة مالحة. أوكي. بس شوية من الفلفل الأسود. عندي شوية زعتر كمان بنضيفهم، وشوية من أوراق الريحان اللي بإيدي بنزلهم. وعندي هون بخاخ زيت زيتون أكيد من الكسيح. أنا طبعاً عامل فخارة واحدة، بس أنا هون بدي أحطهم بفخارات صغيرة على أساس إنها بورشنات. هاي الصحون 10 دقائق على الفرن على حرارة 200 هتتحمر ويطلع عندي، طول لي بالك يا حبيب القلب. قوية هاي، عجبتني. طيب نحط على جنب هاي شوي، في عندي فخارة داخل الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي فخارتنا مع جبنة الحلوم والبندورة. 10 دقائق، ربع ساعة، حسب ما ربك بريد وحسب الفرن اللي عندكم، لأنه كل ست بيت بتعرف هي الفرن تبعها كيف بيشتغل. بنضيف عليها شوية من هالزعترات هيك فريش يعني، وتقدم إن شاء الله زي وجبة فطور مثلا يوم جمعة هيك الصبح، بدأ يعني غيروا شوي مع الفول والحمص، أو مثلا في ناس بيقلوا جبنة قلي. جربوها مع البندورة هاي، كثير طبق فخم وراقي جداً.